طيب بالنسبة لتركيا، هل من الممكن هذه النجاحات الاقتصادية الكبيرة على مستوى الحكومات على الأقل، هل يعود على الشعب؟ يعني هل نرى التضخم ربما ينخفض قليلا، الأسجاري أجريت أو الحد الأدنى للأجور، هل من الممكن أن يزيد بشكل مقبول، أم مثل أمريكا النجاحات الحكومية ربما لا تؤثر على الشعب؟ يعني أعتقد أن التضخم هو اليوم أحد الأجواء العامة للاقتصاد أو المناخ الاقتصاد العالمي اليوم هو يذهب إلى التضخم، وليس فقط تركيا. تركيا تضاعفت فيها أزمات التضخم بسبب مشكلة سلاسل التوريد الدولية، عندنا مشكلة مثلا بعض إمدادات الطاقة، لدينا مثلا بعض المشكلات ما بعد كورونا، يعني نحن نعيش إلى اليوم آثار جائحة كورونا اقتصاديا، لدينا بعض المشكلات مثلا في بعض القطاعات الزراعية مثل الحبوب وغيرها التي كانت تأتي من أوكرانيا وروسيا، مثلا ارتفاع تكاليف الطاقة البترول والمحروقات، يعني التنقلات بشكل أو بآخر، يعني هذه جميعا أدت إلى أن الاقتصاد التركي سيعيش أزمة التضخم مثله مثل أي اقتصاد دولي. يعني نحن اليوم سمعنا عن مثلا معدلات تضخم في بريطانيا من 40 سنة، سمعنا عن معدلات تضخم في ألمانيا من 30 سنة، سمعنا عن معدلات تضخم في فرنسا أكثر من 45 سنة. يعني هذه جميعها تعكس على أن الأجواء العامة الدولية هي تذهب في منح التضخم، والتضخم الركودي وليس فقط التضخم الطبيعي. يعني هذا من الطبيعي سيؤثر على تركيا، والمضاربة على العملة التركية أيضا أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. يعني هذه جميعها أعتقد مؤشرات تدل على رفع قيمة الاستثمار، يعني من خلال دعم الشعب التركي، من خلال تخفيض الفائدة، أي أن المواطنين الأتراك اليوم يستطيعون الحصول على القروض من البنوك بفائدة منخفضة، مما سيشجع على الاستثمارات الناشئة، وهذا ما هو تهدف إليه.